السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. ضجت صفحات الفيسبوك في الجزائر في الساعات الأخيرة بالحديث عن حديثة غريبة ومريبة ارتكبتها امرأة جزائرية في حق زوجها الخائن، وهذه التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير. قالت العديد من الصفحات الناشطة على الفيسبوك أن امرأة جزائرية قامت بعض أذن زوجها بقوة بعدما وجدته يأخون فيها مع جارتها المطلقة ذات المصادر. أكدت أن الزوج تعرض لإصابة خطيرة وتم نقله للمستشفى وأجريت له عملية جراحية مستعجلة في انتظار تأكيد هذا الخبر من الجهة الرسمية.